اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رسائل، وحشتوني جدا. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا علي، ومساء الخير على كل الناس الحلوه اللي بتتابعنا. وحشتونا جدا جدا من الاسبوع اللي فات، والنهارده بقى الحلقه هتكون مختلفه تماما، وهنتكلم عن المشاكل الزوجيه واسبابها وسبب الخلافات اللي بتحصل بين كل زوجين، وهنقول لكم كمان نصايح ازاي نقدر نتخطى المشاكل دي. خليني الاول قبل ما نبدا الحلقه، انا مش متحيز للراجل، عشان الحلقه مش عايزه تبقى ماشيه في نسق اللي انا متحيز للراجل والمراه انا ضد المراه. بالعكس، انا مع الصح، انا مع هقف معاكي لو في حاجه بجانب المراه، لو في حاجه صحيحه، وبرضه عايزك تبقي معايا لو في حاجه صح في الراجل. اوكي، ما انا اسالك هقول لك مثلا ايه سبب مثلا الخلافات والمشاكل الزوجيه دي، فما تجيش تقول لي الستات وتقول لي مش متحيز للرجاله. لا لا لا، هي قبل المشاكل لازم نشوف ايه سبب المشكله قبل ما نطرح. طب ايه سبب المشكله في وجهه نظرك؟ هي سبب المشكله ان خلينا اقول في برضو ان الست ست والراجل راجل. يعني ايه الست ست والراجل راجل؟ لا، هو الست ست والراجل راجل مش معناه ان انا بسخر من الست ولا ان انا بقلل من شأنها، بالعكس تماما. انا قصدي ان الست هي مهما كانت، هي ست مهما كانت قوتها ومهما كانت شغلها، مهما كانت حياتها ماشيه ازاي، هي ست. والراجل برضه راجل مهما كان شغل. مفيش، انا في وجهه نظري انا مفيش حاجه اسمها الست ست والراجل راجل. انا شايفه ان الست زي الراجل بالظبط، وكمان انا شايفه ان الست اقوى من الراجل. اقوى من الراجل، واحنا ما بنحبش نقول كده برضه، بس الست اقوى من الراجل لان هي بتتحمل اصعب تاني الم في العالم بعد الم الحرق حيا، وهو الم الولاده. طب وده اللي مفيش اي راجل يقدر يستحمله. انا معاكي، انا معاكي تماما ان الست يعني بتستحمل تاني اقوى الم في العالم اللي هو الم الولاده، انا معاكي. بس ربنا سبحانه وتعالى خلق للست تكوين وخلق الراجل تكوين. وربنا يعني عارف ان الست هتقدر تتحمل ده، فهو ده خلق ربنا. ولو يعني معنى كده ان الست اقوى اهو، بتقدر تتحمل. انا معاكي، انا معاكي ومتفق معاكي تماما. بس الموضوع مش حابب يكون ان الست هي اقوى من الراجل في كل حاجه. لا، انا عايز برضو في حاجات الراجل اقوى من الست فيها. كويس، فانت ما تحدديش ان الالم الولاده هو السبب الرئيسي. لا لا، ما تحدديش ان سبب الست بتقدر تشتغل دلوقتي، بتنزل بتتحمل المسؤوليه كامله، بتقدر تصرف على بيتها على اولادها لو الراجل مش موجود. نماذج كتير جدا بنشوف بس فيها الست والراجل راجل. راجل لا كمان. الست ليلي، ما خدي بالك ده سبب المشاكل، ده سبب المشاكل اللي هي ايه؟ ان الست حابه تكون هي ب 100 راجل. طب ليه ما تكونيش ست؟ ليه حابه تكون ب 100 راجل؟ عشان الظروف بتحطها في الموقف ده، او بيحصل حاجه مثلا زوجها توفى او زوجها تخلى عنها وسابها وطلقها وسايب لها اولاد، هتعمل ايه؟ هتشحت؟ ما بتضطر تنزل وتشتغل وتربي العيال، وبتربيهم احسن مليون مره ما يكون الراجل ده موجود في حياتها بكتير. طب المشكله بقى في مشكله اكبر، مشكله يعني معظم اصدقائي بيقابلوها، وجات لي رسائل كتير جدا عن المشكله دي اللي بتحصل بين الازواج، وهي العمل او عمل المراه. عمل المراه بنسبه 50% من الجوازات اللي بتتم مش بيبقى الراجل موافق، فعشان كده هي ما بتحبش تكمل. ليه بقى ما بيوافقش على شغل المراه؟ بما انك راجل يعني قول لنا ليه الراجل بيبقى معترض ان الست تنزل وتشتغل؟ لترى ان مره هقف معاكي وهقول لك ان انا مع ان الست تشتغل، بس ده ما ياثرش على البيت وما ياثرش على مستقبل الاولاد. ما هي دي الكلمه بقى والحجه اللي انتوا بتاخدوها، ان هو انا موافق تشتغلي بس ما ياثرش على البيت والاولاد ووقتك وحياتك. طب ما هي قادره تنظم وقتها وحياتها. لا، وانت المفروض تساعدها، ما بتشتغل وبتنزل، انت كمان لازم بقى تساعد جوه وبره البيت زي ما هي هتبدا تساعد جوه وبره البيت. لا، ما هو موضوع اللي انا اساعد ده، انتوا بقى اللي بتعترضوا على فكره ان انا اساعد جوه البيت. لا، ده شغل الست، مفيش حاجه اسمها ده شغل الست بس. لا، هو مش ده شغل بس، مهما كانت انت لسه بتقول ان الست عندها قدره وقويه وبتاع، وانا قلت لك انا معاكي. طب ما تستحمل بقى وتمشي في الموضوع للاخر، تشتغل وتخلي. ما انا لسه قايله لك في فعلا نماذج. ما في، بس الاغلبيه ما فيش كده. يعني من ضمن الاسباب اللي خلت الراجل ما يخليش الست تشتغل، الست اول ما بتشتغل بتبدا بحاجه واحده بس، خلاص انا بقيت زيك، خلاص انت راجل وظيفتك ان انت بتشتغل وتجيب فلوس، وانا وظيفتي اللي انا بشتغل وبجيب فلوس. فتبدا بقى لو في يعني
احتياجات البيت مش موجودة خلاص. لو الراجل قال لها كلمة طب ما عملتيش أكل ما هدوم دي حاجات أساسية. طب الأولاد لا تبدأ بقى تقول له إيه طب وإنت فين طب ما أنا زي زيك. ودي يا دعاء أكتر حاجة مش بتقول كده غير لو هو بيضطرها إن هي تقول كده. أكمل كلامي أكمل كلامي. أكتر حاجة بتخلي الراجل ما يحبش إن مراته تشتغل علشان ما تجيش مش عايز أقول اللي هي تحط نفسها في مقارنة معاه لا هي يعني مش عارف بس الرجالة عامة أنا كراجل خليني أقول لي وجهة نظري أنا مع إن المرأة تشتغل ما فيش أي مانع عندي وحتى لو مش هتجيب فلوس للبيت يعني تساهم بفلوس خليني للبيت. خليني أعلق لك على النقطة دي برضه عشان عندي اعتراض فيها إن الست لما تشتغل المفروض إن هي تدفع في البيت علشان أنت بتقضي وقت بره البيت فواجب عليكي بقى إن أنت تساعدي في البيت. أنا ضد النقطة دي. ليه؟ ليه؟ لو الراجل اللي هو جوزها فعلا ظروفه المادية محتاجة إن هو تساعده أو ظروفه المادية بسيطة وفعلا البيت محتاج إن هي تصرف معاه تمام انا ما عنديش مشكله ان هي تصرف تمام. انما هو يكون بقى ظروفه الماديه كويسه وقادر ان هو يصرف على البيت ولكن بقى بيجبرها ان هي تصرف عشان مجرد ان هي بتشتغل. انا ضد الفكره دي. طب ما في حقيقي رجاله بتبقى محتاجه المساعده من زوجاتها. ماشي انا قلت لك ده موافقه عليه ورغم ذلك مش بيخلوا الست تشتغل. بيبقى في ناس انا دي عقليه بقى غريبه. هي مش عقليه ما انا زي ما قلت في الاول ان المشكله دي مشكله كبيره جدا والناس كلها بصة ان المشكلة دي مشكلة سهلة. لا بالعكس تماما لان هي محور انطلاق لحياة جديدة وده سبب رئيسي اللي انت اي عريس بتقدم لبنتي دلوقتي بتبدأ تقول له انا هشتغل او مش هشتغل. اول ما يقولها لا مش هتشتغل وهي عايزة تشتغل خلاص بقى خلاص الجوازة باظ. ده حقيقي على فكرة. خليني أسألك سؤال برضو بس قبل ما أسألك السؤال ده عايزين نقول للمشاهدين إن إحنا دلوقتي فاتحين أرقام تلفوناتنا عايزين نسمع آرائكم كراجل وكست كرجالة بس استتات بس رجالة بس. طيب هناخد هنستقبل كل تلفوناتكم رجالة وستات ونشوف رأيكم في الموضوع ده. سؤالي بقى ليك يا علي هسألك سؤال شخصي شوية وترد عليا مع احترامي للطرفين. ربنا يستر. والدك ووالدتك مين بيتعب أكتر؟ طب ليه الاحراج ده؟ رد بقى انت على السؤال. هو هنرد حاضر بس الموضوع مش موضوع مين اللي بيتعب اكتر. الموضوع كل واحد وليه دوره في الاسره دي. لا انا عايز اعرف مين في وجهه نظرك بتحس ان هو بيتعب اكتر في يومه. والله انا معاكي انا معاكي ان الست بتتعب اكتر بس من الراجل. لا مش كل الستات. لا كل الستات والله ما كل الستات. انت هتيجي تلاقي ان الراجل بيعمل ايه بيصحى الصبح يروح شغله عدد ساعات محدده مثلا 8 ساعات بيرجع إيه عايز ياكل وعايز يقعد يرتاح ويفصل دماغه وانا راجع تعبان ومش عايز زن مش عايز مشاكل. انما الست مفيش كده هي طول اليوم شغاله من اول ما تصحى من النوم عليها شغل 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 لحد اخر لحظه. دي المراه اللي بتشتغل الواجبات كلها لا حتى لو مش بتشتغل وهو مجرد شغل البيت انت بتلاقيها طول اليوم مقضيه الوقت في شغل البيت ما بيخلص ومجبره ان هي تتحمل كل ده وتقوم تعمل. مفيش حاجه اسمها انا تعبانه النهارده مش هعمل او نفسيا مش قادره ان انا اشتغل. لا ده اجباري. وعلى فكره كمان بتعمل ده بحب لبيتها ولاولادها ما بتبقاش متضايقه. طب وبالنسبه للراجل اللي بيصحى من الصبح عشان ينزل يشتغل عشان يقدر يكفي مصاريف البيت ده هو فين دوره؟ طب ما هو برضه لازم يكون هو راجل. كلمه راجل الاول مش بتشمل معاني كتير جدا. بتشمل راجل يعني يقدر يتحمل مسؤوليه، راجل يقدر يحتوي الاسره كلها. فبالتالي موضوع ان الراجل بيتعب الراجل بيتعب بس مش كل الرجاله زي بعضها ولا كل الستات زي بعضها. يعني الراجل اللي بيقدر يتحمل مسؤوليه ويبدا ياخد مرحله الجواز في حياته ويعرف يعني ايه جواز ده راجل بينزل يشتغل علشان هو ملتزم ناحيه الانسانه اللي موجوده في البيت واولاده بفلوس عشان يسدوا بيها الاحتياجات. خليني اقول لك برضو ان مش كل الرجاله مسؤوله ومش كل راجل بينزل يشتغل بيتحمل مسؤوليه بيت وزواج واسره وان هو عنده مراته او بنته. وخليني بقى اعلق لك على الموضوع ده باخر حاجه حصلت خلال الاسبوع اللي فات. الراجل اللي انا مش عايزه اقول عليه راجل اللي هو خلع بنته في الشارع ملابسها ده ترند عشان مشكله مع زوجته. احنا معانا صوره انا محضراها هنعرضها فانت ايه تعليقك على الموضوع ده؟ لكل قاعده شواذ. يعني ايه لكل قاعده شواذ؟ يعني انا ما ينفعش اقول ان الرجاله كلهم وحشين وان الرجاله كلهم زي ما انتم شايفين الصوره. طبعا اكيد كل الناس شافت الفيديو ده وانا
ما حبيتش ان احنا نعرضه لانه حقيقي فيديو يعني بيأثر بالسلب جدا على النفسية. هو الصورة ترند، انا اول ما شفت الصورة او الفيديو يعني اتأثرت جدا. ان هو انا معاكي برضو، خدي بالك انا معاكي في الحلقة كلها. هل ده راجل؟ بس هل ده مسؤول؟ هو مش مسؤول. وهو ما يتحسبش من نطاق الرجالة، لان الرجالة ايا كان السبب يعني في التحقيقات اتحقق معاه ونبقى حققت معاه، قال ان البنت مش بنته، وان ولو مش بنته مين اداله الحق ان هو يعمل كده في طفله صغيره مش فاهمه اي حاجه؟ هو ملوش اي حق، هو ملوش اي حق. بس دي حاله شاذه. بس الرجاله كلها مش كده، الرجاله كلها مش كده. انا بعلق على كلامك ان انت بتقول ان كل راجل بينزل يشتغل او بيدخل في مرحله ان هو يتجوز ده بيكون مسؤول وبيقدر يصرف على البيت. لا مش شرط. لا ده مش كل، انا مش بقول كل الرجاله. في رجاله بتبقى قاعده في البيت ومراتها اللي بتصرف عليها. في طب ده ايه بقى؟ واعرف بعض الاصدقاء كده، اعرف بعض الاصدقاء احنا كده. معانا بس ده سوء اتصال يا علي، سوء اختيار. معانا اتصال ناخد أوكي. مصطفى من القاهره، اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا فندم. ايه عامل ايه؟ انت معايا مصطفى صح؟ ايه رايك بقى مصطفى في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ والله رايي يا فندم، انا من رايي انا اللي الشاب اللي من دولك ومن الراجل اللي عايز يخش يتجوز يا اما يبقى قد المسؤوليه يا اما بلاش. انا ما كنت مثلا واحده مثلا من بيت بتاكل وبتشرب وبتلبس كل دي طلباتها مجابه، وانا اتجوزها اشيلها معايا اكتر من طريقها. لو انا مش قادر ان انا حتى اعيشها في المستوى اللي هي عايشه فيه بيت اهلها انا متجوز. متجوز يا مصطفى؟ انا متجوز. اه عندك اولاد؟ عندي ثلاثه ما شاء الله. طب ايه رايك يا مصطفى في عمل المراه؟ عمل المراه لا على حسب اتفاق هي وجودها، يعني لو جوزها موافق وجوزها ان هو قادر ان هو مثلا حضرتك بقول لك يكفيها جميع طلباتها مفيش مشكله ما تشتغلش، لكن لو مش قادر. طب لو هو قادر يا مصطفى بس هي عايزه تشتغل مثلا، ما هي الست مش بتشتغل عشان مجرد ان هي ممكن تصرف، لا ممكن في ست بتشتغل عشان هي ناجحه في مجال معين وعايزه تثبت نفسها في مكانه معينه او حتى عشان تجيب تصرف على نفسها، ده مش عيب على فكره. ما هو مش عيب ما قلتش حاجه، بس معلش برضه انا مثلا ما باجي من الشغل مره تعبان عايز اجي مثلا على مراتي، على عايز يشوف احتياجاته، احتياجات البيت. اه هو كده بس مش اكتر على الاقل يعني. طب زوجتك عاملة مصطفى ولا سيدة؟ لا مش عاملة. كانت بتشتغل فترة الخطوبة وانا خليتها قاعدة. ليه طيب؟ برضه مع بعض. ليه؟ انت فاهم. عشان لا انا قلت لحضرتك في الاول لو انا مش قادر ان انا اعيش عيشة كويسة ما كنتش فكرت وكنت اتجوزتها. احييك يا مصطفى، احييك جدا يعني على عقليتك وبشكرك جدا يا مصطفى. شكرا ليك يا مصطفى. طيب. شكرا جدا. موضوع العمل للمرأة دي حاجة كل السيدات زي ما قلت في الأول، بس هو مصطفى بيتكلم في نقطة ان هو إيه لو انا اقدر اصرف واكفي البيت، ما هو مش كل ست بتشتغل عشان هي عايزة تساعد في البيت، يعني ممكن ست بتشتغل عشان هي زي ما قلت لمصطفى عاوزة تحقق مثلا حاجة مكانة اجتماعية كويسة، او هي فعلا ناجحة في مجال معين وعمالة تتقدم فيه، ليه تقعد ليه تبطل ماشي. شوفوا مصطفى قال لك ايه. قال لك لو هي تقدر عايزة تشتغل مفيش مشكلة، بس ده ما يأثرش على البيت. احنا والله مع الست تشتغل، اشتغلي الست حاليا مع الست تشتغل، بس ايه بقى يلا بقى عايز منك 1 2 3 4 5. لا رصة كبيرة. لا كده. مش رصة كبيرة يعني ألف ب الست إيه؟ احتياجاتها في البيت طب ايه؟ طب ما تساعد انت كمان معاها. اساعد بس انا ما اعرفش، انا ربنا ما خلقنيش كده، ربنا ما خلقنيش. اشمعنى هي بقى بتعرف؟ لان ربنا خلقها كده، ربنا خلقها ان هي تبقى مسؤوله عن البيت. الام مدرسه، الام هي اللي بتربي، الام بتعرف برضو تعمل الجانب التاني ان هي تبقى مسؤوله بره البيت، طب بتعرف تشتغل. طب ما هي الناس كلها ما عندهاش اعتراض ان الست تشتغل وتشيل المسؤوليه بتاعت البيت. في عقليه رجاله ان الست انا مش عايز مراتي تشتغل من غير سبب. ده السبب التاني اللي انا قلت لك ان هي بتبدا تقول له انا راسي براسك، انا انت بتشتغل انا بشتغل. طب ليه الراجل يفكر بالعقليه؟ ما هو ده الردود، الردود بتاعتكم. يبقوا هما الاثنين زي بعض وكل حاجه بينهم بالتساوي، ان هما بالتساوي اللي انت تطبخ النهارده وانا اطبخ النهارده. لا مش بتكلم على طيب الطبخ. طيب امال ايه التساوي يعني ايه يعني على فكره الراجل اصلا ما يقدرش فعلا زي ما انت لسه قايل دلوقتي ان هو يتحمل مسؤوليه جوه البيت وبره البيت. طيب في رجاله كتير بتشتغل ومنفصلين ومعاهم الاولاد وبيربوا الاولاد. لا والله في ده ايه 5 6% مش بس في الراجل اول ما بينفصل ومعاه اولاد اول حاجه بيفكر فيها انا عايزه اتجوز عشان تربي عيالي عشان تساعدني عشان تبقى في البيت. 5 6 بس اللي ممكن يبقوا الحاله دي. مش 5 6. لا 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 مش 5 6 صدقيني. طب هقول لك على حاجه، في بعض الامهات
هقطع كلامك بس، معانا اتصال مصطفى بس حد تاني يعني مش مصطفى. مصطفى الاولاني. اهلا بيك يا مصطفى. مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك. معلش بس انا كنت حابب استفسر سؤال بسيط. هو لما يكون الراجل يقدر يصرف على البيت تمام، تمام. وهو شايف ان هو بيغلى على مراته جدا حتى لو نجح في مجالها، هو طالما مكتفي في البيت تمام، طالما مكتفي في البيت ومش دخلنا مخليها في محتاجة نقطة حاجة، كمان. او انا مش مستني من حد بره البيت حاجة، دي هيخليها تطلع من البيت وتهين نفسها. انا شايف ليه كده. هتهين طب انا نفسها؟ ارد، انت انا بتكون ارد، انا ناجحة ارد، في مكان تاني. انا طب ارد. رد انت بص يا يعني. مصطفى، ازيك الاول يا مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. انت متجوز ولا مش متجوز؟ ده انا خاطب لسه. طب خاطب. افرض خطيبتك حابه ان هي تشتغل عشان تثبت لنفسها، او يعني مش موضوع فلوس، يعني انا مع ان الست تشتغل طالما هي مش هتأثر هو على بيتكلم في البيت. حتة الغيرة يا علي دلوقتي. الغيره. طيب طيب تمام انا مع حضرتك، بس لما هي تكون ناجحه في بيتها، ناجحه في بيتها دلوقتي، موضوع الاونلاين على النت وموضوع السوشيال ميديا بقى فارق كتير في العصر الحالي. اكيد يعني انت طبعا. اعتراضك مش على الشغل، انت اعتراضك ان هي تخرج من البيت فحد طبيعه يشوفها الشغل، فتبدأ انت تغير عليها. لا طبيعه انت الشغل، مقتنع؟ طبيعي اي انسان يخرج من البيت. طيب يعني ما انا مش كنت لسه هقول لك، هو انت بس هتخبيها؟ ما هي كشغل ان تخرج هي تعمل ترتبط حاجات بعمل تانية. او ترتبط بمواعيد، انا مش حابب كده. الحياه بتبقى عباره عن ظروف وصدف، طبيعه الشغل فانا مش عايز وقت اكون محتاجه فيه تكون هي مش فاضيه، مش فاضيه بالظبط. للبيت. لكن هي لو هتقدر توفق ما بين الشغل والبيت ويعني مواعيد العمل كويسه. يا فندم انت كراجل ما بتقدرش توفر بين الاثنين، هي ازاي كست تقدر توفر بين الاثنين؟ استاذه دعاء بتقول فيه، استاذه دعاء بس فيه يا مصطفى، يعني ليه في في ستات كتير فيه. قوي لا ناجحه جوه بيتها وبره بيتها؟ فيه يا ليه مصطفى، انتوا عاملين في صدقني ازمه ان والله الست لو والله ناجحه بره مش ناجحه جوه؟ والله ليه؟ والله والله ان في ستات بتشتغل وبتقدر يعني تلتزم بكل حاجات البيت. والله 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 يا مصطفى، بس دي حالة نادرة زي برضو. لا مش نادرة، والله. ستات كتير جدا، ستات كتير لا جدا. لا لا انا عايز، انا معلش هسأل الأستاذة بس دقيقة. معلش ايوه انا عايز اقول لها ان دي حالات نادرة فعلا، لما بالظبط. يكون الاب او الزوج مش طبيعي او عنده اعاقة او عنده اي شيء غير ان هو بالظبط يمارس عمله الطبيعي، بالظبط. فبذلك هي بتقدر تساعد بطريقة تانية. لكن مش طبيعي ان كراجل يقعد في البيت ومراته هي اللي تشتغل. احنا يعني احنا لما بنيجي نتجوز بيسألك انت شغال ايه، هتصرف عليا منين، صحيح مش هي تصرف عليا منين. صحيح صحيح بس صحيح هي دي الفكرة. صحيح احنا صحيح. بنشكرك جدا يا شكرا مصطفى، مصطفى. و يعني احنا واضح برضو ان هننزل على الفيسبوك ونشوف رأي الناس في الموضوع ده. بس واضح ان الكنترول كله رجاله دلوقتي يعني. لا لا خلينا علي. طيب ناخد معانا النهارده انت برضو، تعرف ان انت المرأة الوحيدة اللي موجودة في القناة. انت بتحرجني يعني؟ لا مش بحرجك بس دي حقيقي يعني. طب المرأة العاملة. الكنترول بيقول لي في مذيعة بره على فكرة بعدية. طيب الكنترول في صفي اهو. طيب. خلينا يا علي ناخد تقرير جميل قوي عملناه من الشارع عن حمله الا رسول الله، بندعم فيه طب بما ان الحمله مصطفى الجميله دي. مصطفى 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 خلينا ناخد التقرير ده، يلا بينا ونرجع نعلق عليه. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده بندعم حمله الى رسول الله. طيب قول لنا، حافظ اي حديث لسيدنا محمد؟ عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وان كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. عليه افضل الصلاة والسلام. طب حافظ آية قرآنية فيها اسم سيدنا محمد؟
ممكن ثواني بس هفكر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا معنا تقارير جدا كتيرة جدا نزلنا عملناها من الشارع عن ان احنا ندعم حملة الى رسول الله، وهنعرض لكم باقي التقارير على صفحة البرنامج عشان تشوفوها على اليوتيوب. تابعونا على صفحة البرنامج على اليوتيوب برنامج رسائل، او على الفيسبوك برنامج رسائل. كل التقارير اللي احنا بنصورها في الشارع اللي مش بنقدر نعرضها على في وقت البرنامج بنعرضها على الصفحة. تابعونا، خلينا لو في وقت كمان ناخد شويه ارقام تليفونات في في اتصالات معانا. معانا ايات. طب ادي ايات. اهلا بيكي ايات. اهلا بحضرتك. عايزينك تقول لنا المشكله بتاعتك. احنا ما يعني ما قدمناش المشكله، هنتكلم عليها بعد ما انت تقدم لنا المشكله. قول لنا ايه المشكله اللي حصلت معاكي. اللي حصل معايا ان انا متجوز، يعني انا متجوزه بقالي 6 سنين من واحد فرنساوي كان معايا في الشغل يعني. تمام. وقبل الجواز كان اصلا وكانت الدنيا تمام يعني كل حاجه. اخر سنتين بس كان اتغير جدا، حركات مريبه ليه، كان متعمد انه يعصبني ينرفزني، اي مشكله يقول طب ما تيجي نروح لدكتور كده بتاع، وانا ما كنتش بديله او مش بديله الفرصه ان هو مثلا يعصبني. اقنعك ان انت مريضه. تمام. نعم. بيقنعك ان انت مريضه. بالظبط بالظبط جدا. عشان عاوز اخر كام شهر بقى كان التغير بيزيد، حته اسلامه دي برضو اخر سنه لو كان بيصلي ولا بيصوم ولا اي حاجه. كلامه غريب. الدكتور اللي كان بيجبرني عشان اروح، وانا اللي اخترت الدكتور لان ما كنتش واثقه فيه، واخترت دكتور استشاري مشاكل زوجيه عشان اروح انا وهو مش انا بس يعني. فاخر حاجه حصلت انه كان الدكتور هو راح للدكتور اللي هو كنا بنروح انا وهو، معرفش قال له ايه او ايه اللي كان بيحصل بينهم معرفش. بس انا اتفاجئت في يوم ان في ناس داخله عليا الاوضه، واحدة ست بتكتفني واتنين رجالة معاها بيعملوا لي بيدوني في حقن. الو ايات فصلت معانا، الخط فصل. هي مشكلة ايات ان هي جوزها بعد كده خطف الطفل. أيوة. ده وسافر بيه، وهي بتوجه رسالة ان هي عايزة اي حد يساعدها. طب ان هي ترجع ابنها مرة تانية. طب خليني لحظة. اي شخص هيرتبط بانسانة لازما يدرسها كويس في فترة الخطوبة، لازم ان يفهموا بعض كويس جدا. احنا بنعتذر يعني عشان ثواني بس خلاص معنا. النصيحه عشان الناس تعمل بيها يا ريت، ولو انتوا شايفين ان بعض الرجاله مش بتبقى صريحه في بدايه الخطوبه او في فتره الخطوبه، اتجوزوا ويعني ما تستعجلوش على الـ على الـ على الاطفال. استنوا سنه ولا حاجه لغايه ما تعرفوا، لو تشوفوا المشاكل اللي هتظهر في الجواز كل واحد يعرف التاني على حقيقته اكتر. بالظبط. وفي خلال الفترة دي تقدروا لو انتم مش هتقدروا تعرفوا الشخص ده. بشكرك جدا يا علي وبشكركم، واستنونا في حلقة جديدة يوم السبت الجاي ورسالة جديدة من برنامجكم رسائل.